أردوغان يتحدث عن الطائرات المسيرة وأنهم صنعوها رغم أنف الحاقدين والمستخفين. الرئيس التركي قال بأن بلاده أثبتت للعالم قدرتها على إنجاز كل ما قالوا إن استيعابها وقوتها وذكائها غير كاف لها. بلا شك الطائرات المسيرة أثبتت وبرهنت بأن الأتراك قادرين بإذن الرحمن على التفوق على إثبات الكفاءة، تفوقوا على منظومة الأسلحة الروسية في الصراع الذي كان يدور في أذربيجان وبالتحديد في كرباء المحتلة من قبل الدولة الأرمينية. وشاهدنا بالفعل بأن الدولة التركية تحدث تغيرا شديدا واضحا في نوعية الأسلحة. الآن الجميع يتهافت ناحية الطائرات المسيرة التركية من أجل أخذها ومن أجل التفوق بها في المعارك الحربية، كما تفوقت أذربيجان وكما تفوقت أيضا الدولة الليبية حينما أخذت تلك الطائرات المسيرة وأوقفت هجمات قوية وقاسمة وضاربة ضد العاصمة الليبية طرابلس، وكما أيضا تم حفظ بها الشمال السوري ووقوف تركيا في وجه روسيا في تلك المنطقة. الآن أردوغان يتحدث بفخر وبعزة عن تلك الطائرات المسيرة. مع الأسف الشديد المهندسون الأتراك الذين يعملون في صنع تلك الطائرات المسيرة يبدو بأنهم يتعرضون لاستهداف واضح وحوادث قتل غامضة وحوادث وفاة غامضة لبعض من المهندسين الشباب الذين يعملون في صناعة تلك الطائرات، تدلل على أن هناك حاقدين يستهدفون الدولة التركية والمهندسين الذين يعملون على صنع تلك الطائرات. عموما دعونا نلقي نظرة أيضا على مزيد من التفاصيل التي تحدث عنها رئيس تركيا رجب طيب أردوغان حيال اعتزازه وفخره بتلك الطائرات المسيرة في هذا الخطاب الجديد. رئيس تركيا رجب طيب أردوغان قال بأن بلاده نجحت في تصنيع الطائرات المسيرة المسلحة رغما عن الأطراف التي استخفت بقدرتها في هذا الإطار. أشار أردوغان إلى أن الأحداث التي شهدتها تركيا خلال آخر 20 عام وخاصة العشرة الماضية مليئة بالدروس السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، وتابع بأنهم قاموا بتصنيع الطائرات المسلحة المسيرة